السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نخصصها اليوم عن إمكانية دعوات إنشاء حزام أمني في تعز، المخاوف والأبعاد، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. في تعز يدور جدل حول ما يطرحه البعض عن احتمال إنشاء حزام أمني لتعزيز الأمن في المناطق المحررة من محافظة تعز. ثمة انقسام واضح حول الفكرة، هناك من يرفض وجود حزام أمني ويطالب فقط بدعم وتفعيل مؤسسات المحافظة الأمنية والخدمية، فضلا عن مخاوفهم من تكرار نموذج الحزام الأمني في عدن، سيما وأن ممارسات حزام عدن أكدت عدم تبعيته لأجهزة الدولة هناك، وضاعف من وجوده من الانفلات الأمني نظرا لإزدواج إدارة شؤون المحافظة. في الاتجاه المقابل هناك من يقول إن الحزام الأمني ضرورة للحد من حالة الفلتان الأمني وللسيطرة الحزبية على تعز. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش أبعاد فكرة إنشاء حزام أمني والمخاوف المحتملة من ذلك، ولماذا يرفض الكثير حزاما أمنيا في تعز، وسيكون مبرراتهم سنستطلع ونفهم من خلال هذه الحلقة التي خصصناها اليوم عن تعز والحزام الأمني الذي يراد إنشاؤه في هذه المحافظة. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، سيكون معنا عبر السكايب من كوالالمبور الدكتور فيصل علي، وسيكون معنا من القاهرة مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، وسيكون معنا من تعز وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل، وأيضا سيكون معنا الناطق الإعلامي باسم إدارة أمن تعز أسامة الشرعبي. قبل النقاش أو أبدأ هذه الحلقة على طول مع الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل علي، لماذا كل هذا التخوف من إنشاء حزام أمني في تعز يراد من خلاله حفظ الأمن لهذه المحافظة التي تعاني ربما من انفلات أمني فيها؟ هناك حزام أمني سابق في عدن، وهناك قوات نخبة أنشأتها الإمارات في المحافظات الشرقية من البلاد. الحزام الأمني في عدن تسبب بكوارث كثيرة، ساعد على زعزعة الأمن في العاصمة المؤقتة، لم يساهم في ترسيخ حضور الدولة أو مؤسساتها، بل كان كارثة على هذه المؤسسات، ولم يساند الحكومة ولم يساند السلطة المحلية. وبالتالي وجود مثل هذا الحزام وتكرار مثل هذه التجربة الفاشلة في تعز يعني المزيد من الفشل وإفشال جهود الجيش الوطني والأجهزة الأمنية التي يطالب أهل تعز والسلطة المحلية وكثير من المراقبين بإعادة تفعيلها في المدينة المحاصرة. وجود حزام أمني في تعز يعني فتح المجال لعمليات إرهابية واسعة كما يحدث في عدن اليوم، بمجرد قدوم الحكومة بدون رغبة طرف معين في التحالف تم التفجير لتهديد هذه الحكومة. الحزام الأمني في عدن لا يرغب بعودة الحكومة ويرغب دكتور فيصل. دكتور فيصل، ألا تعتقد بأن هذا اتهام ربما لا يستند إلى أي معلومات تقول بأن من يقوم بهذه التفجيرات هو عن طريق الحزام الأمني الذي هو سيء الصيت في عدن كما تقول؟ من هو الطرف الذي لا يرغب بعودة الحكومة وعودة السلطة المحلية في عدن؟ هي الإمارات العربية المتحدة، والحزام الأمني التابع لها ينفذ رغباتها حرفيا. هناك تحدي لإرادة الحكومة، لإرادة الشرعية. بمجرد عودة الحكومة تم قصف معسكر في منطقة العروس بجبل صبر، وتم التفجيرات في عدن ردا على عودة الحكومة إلى 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 العاصمة المؤقتة. هناك من يريد إشاعة الفوضى، هناك من يريد أن يقول يجب أن تتبع خطواته الأمنية سواء في تعز أو في عدن أو في مأرب. مؤخرا هناك من يريد إنشاء حزام أمني في مأرب، لكن ربما الظروف لا تواتي هناك للإجماع هناك في مأرب من قبل قيادة السلطة المحلية والحكومة
بعدم وجود حزام أمني. أيضا في تعز القوى السياسية والجيش الوطني والكثير من الناس يرفضون وجود مثل هذا الحزام. ماذا سيفعل حزام أمني قوامه 1500 جندي في تعز وهناك ما يزيد عن 50,000 جندي؟ نعم. في الجيش الوطني ماذا ستفعل هذه سيفعل؟ طيب. هذا العدد القليل وماذا سيوفر من أمن للمدينة؟ نعم. دكتور ذكرت نقطة في غاية الأهمية أن ما حصل اليوم من استهداف لجبل العروس ربما هو يعني رسالة لعدم قبول أبناء تعز بإنشاء هذا الحزام الأمني. من أين استندت لهذه؟ نعم. المعلومة؟ يا سيدي الكريم هي رسالة من طرف معين في التحالف قد أسميناه مسبقا استاء من عودة الحكومة إلى عدن فضرب ضربته الأولى في عدن والثانية في تعز ليقول أنه هو القادر على فرض الأمن والقادر على فرض يعني إرادته. تم قصف معسكر العروس في تعز لتهيئة من يسيطرون على قلعة القاهرة وهو لواء أبو العباس الذي تدعمه الإمارات اتهمته بالإرهاب ثم أعادته إلى اليمن أعادته إلى تعز ليقوم بعمليات إرهابية. بدأ بنشر الحزام الأمني في الأحياء القديمة من المحافظة وأعلن سابقا أنه يريد تشكيل حزام أمني لصالح الإمارات. نعم. من ضربوا حصن العروس كانوا يزيحون الطريق من أمام قلعة القاهرة. أيضا هناك ضربات كانت على منطقة منتزه زايد أيضا أيضا لتكون الطريق سهلة أمام مجاميع. نعم. العباس المتهم. نعم. بالإرهاب لمحاصرة تعز وإعادة رسم خارطة أمنية وعسكرية مغايرة لما يريده أبناء تعز. نعم. طيب دكتور ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من تعز المتحدث باسم إدارة الأمن النقيب أسامة الشرعبي. مرحبا بك سيد أسامة. مرحبا وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بك سيادة النقيب. ربما زاد الجدل حول الوضع الأمني في تعز وحول دعوات فصائل معينة في تعز بإيعاز من أيادي خارجية كما يقول البعض وكما يقول أيضا الدكتور فيصل علي ضيفي قبل قليل من الإمارات بإنشاء حزام أمني. أنتم في إدارة الأمن كيف تنظرون لمسألة إنشاء حزام أمني ربما يقوم بالدور الذي هو موكل لكم كإدارة أمن في هذه المحافظة؟ بداية يجب أن نؤكد أنه إلى الآن لا توجد أي خطوات لمسناها بقضية ما يسمى الحزام الأمني. ثانيا الحزام الأمني يجب أن يفهم الجميع هو لا يجب أن يكون جهازا موازيا. الحزام الأمني كإجراء وكمهمة وخطة هي موكلة بالأجهزة الأمنية. الحزام الأمني هو متواجد وضمن خطتنا نحن مثلا في إدارة عام الشرطة رفعنا خطة أمنية متكاملة للمحافظة بما فيها الحزام الأمني الانتشار الأمني وتفعيل المؤسسات والحزام الأمني. نعم. فالحزام الأمني في طبيعته يجب أن يكون إجراء ومهمة وخطة تنفذها أجهزة أمنية متخصصة وهذا الذي يجب أن يكون عليه. ما المانع؟ نعم سيادة النقيب ما المانع أن يكون منتسبي الجهاز الأمني في تعز أن يدربوا ويؤهلوا ويدعموا ويقومون بهذه المهمة؟ لأن الكثير كما نسمع وكما نقرأ متخوفون أن يعاد نفس السيناريو الذي حصل للحزام الأمني في عدن. هذا أنا ما أقصده وكنت آتي عليه يعني. نعم. المهمة أو هذه مهمة الحزام الأمني أنا ما أقول حزام أمني ككيان أو مؤسسة مهمة. نعم. الحزام الأمني هي في الأساس موكلة لقوة أمنية متخصصة طبعا لم يكن وليدة اليوم وما خلقش الآن. الحزام الأمني هذا ينفذ في الخطط الأمنية منذ يعني حتى من قبل 2014 والمشاكل. نعم. الحزام الأمني ثانيا يوجد نقطة مهمة الحزام الأمني الذي الآن يتم تداوله يجب أن تعرفوا أنه هو عبارة عن 10 نقاط تبدأ نقطة القاعدة وتنتهي غربا في نقطة في نقطة الربيعي أو مدخل الربيعي. نعم. تنتشر 10 نقاط إلى الآن من النقاط المفترضة أن تكون حزام أمني للمدينة لا يوجد لدينا غير نقطة واحدة وهي نقطة الهنجر القريبة من السجن المركزي فقط. نعم. هذه النقطة اللي هي متوفرة الآن
من نقاط الحزام الأمني المفترض لمدينة تعز. فالحديث أعتقد عن حزام أمني في الوقت الراهن يعني هو يعني حديث في غير محله. وثانيا إذا أردت أن تكون جهاز ما يتداول الآن أنه كإنشاء جهاز أو كيان بيكون موازي للجهاز الأمني. إحنا في الجهاز الأمني نعاني الآن، يعني جهاز مهترئ ضعيف، لم نمد أي إمكانيات رغم مطالباتنا. إحنا رفعنا خطة حزام أمني بالمكونات والمهام والاختصاصات وكل شيء، لكنها لم تمول ولم يلتفت إليها أحد. نعم. طيب سيادة النقيب، نعم سيادة النقيب، هناك من يقول أن إضعاف الأجهزة الأمنية في محافظة تعز هو من أجل تهيئة الأرضية لتكون صالحة للحزام الأمني، والدخول من باب عدم وجود أمن وعدم هناك تقصير كبير من قبلكم، ولذلك هم يهيئون الأرضية من أجل وجود هذا الحزام الأمني وإنشاء في تعز. دعنا نفترض حسن النوايا، يعني أنا من خلالكم أتكلم إلى القيادة الشرعية وقيادة التحالف، أنه يوجد جهة متخصصة أمنية هي قادرة على يعني تنفيذ المهام الأمنية كما يجب. نعم. يعني بضوابط وقوانين ومهنية تامة. هناك أجهزة ولدينا قيادات ولدينا يعني كوادر مستعدة أن تنفذ كافة الخطط الأمنية المهنية. تمام. يعني يا حبذا أن يلتفت إلى هذه الأجهزة وأن تقوى، لكن إنشاء كيانات موازية، يعني ما الآن اللي يتداول إنه إنشاء كيان موازي للأمن، فخلاص قد يعلنوا جهاز أمني، يعني هذا مش حزام أمني. أنا قلت لك الحزام الأمني ليس كيانا وليس مؤسسة، الحزام الأمني هو خطة أو مهمة. طيب. أمل الأمني الآن. ولكن كما تعلم سيادة النقيب، أنت ككيان. نعم نقيب أنت أسامة، نقيب أسامة. نعم نقيب أسامة، أنت تعلم أن هناك كان تصريح واضح من محافظ تعز بأن هناك من يريد إنشاء حزام أمني لتعز يدار من خارج تعز، وهنا ما رفضه هو المحافظ جملة وتفصيلا. فعلا توجه، وأنا أقول لك حاجة أطمنك في شيء، شوف توجه تعز ونضال تعز لن يذهب هذا، يعني تعز بكل أطيافها وتنوعاتها لن تقبل بغير مؤسسات الدولة المهنية. تعز أن تكون إلا حاضنة لدولة المؤسسات. أعتقد أن أي مشروع يعني صغير أو أي مشروع يهدف إلى تدمير البناء المؤسسي داخل المحافظة لن يقبله أبناء تعز، لن تقبله مكونات تعز. هذا يجب أن يفهمه الجميع. نعم. الآن تنشر يعني بعد الكم الهائل من الضحايا التي قدمته، ويعني هذا الوقت الكبير اللي مر علينا في الحصار، مستحيل أن تقبل بغير مؤسسات الدولة. نحن نعول على تعز وأبنائها الشرفاء والمناضلين بكافة أطيافهم، وهذا ما نلمسه في الشارع الآن. يعني نعم. لا يمكن القبول بأي كيان أو عمل خارج مؤسسات الدولة. نحن خرجنا من أجل استعادة مؤسسات الدولة، ولن تكون تعز إلا حاضنة لمؤسسات الدولة. نعم. طيب النقيب أسامة الشرعبي تكرم بالبقاء معنا، وأيضا الدكتور فيصل علي. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة عينة من تصريحات وآراء أبناء تعز حول إنشاء هذا الحزام، ومن ثم نكمل هذه الحلقة، ابقوا معنا. تعز ليست بحاجة حزام أمني، وإنما بحاجة إلى دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لأن الآن تم دمج المقاومة في الجيش الوطني وإنشاء وحدات تابعة للحكومة اليمنية والدولة الشرعية. فذلك نقول أن تعز ليست بحاجة إلى حزام أمني، أو إذا تم تشكيل حزام أمني يكون تحت إطار الحكومة الشرعية والجيش الوطني. تعز ليست بحاجة إلى حزام أمني، هناك مؤسسات تقوم بمهام الأمن، الشرطة العسكرية، قوات الأمن الخاصة، الأمن العام، جميعها تقوم وتؤدي هذا الدور، وبحاجة إلى الدعم فقط من أجهزة اتصالات ودعم لوجستي وأيضا توفير السلاح والذخائر للقيام بمهمة الأمن. أما الحزام الأمني لا نريده كما رأيناه في عدن أو في حضرموت أو في غيرها من محافظات الجمهورية. هذه التجربة أصبحت فاشلة ولا تخدم المواطن، بل تخدم جهة معينة فقط. نريد أن تفعل أجهزة الدولة الموجودة والقائمة حاليا، وأن يتم الدفع والدفع لإعادة تأهيل هذه المؤسسة الشرطية للقيام بعملها. أما حزام أمني كما هو حاصل في عدن وغيرها من المحافظات يتبع جهات معينة
خارجة عن الشرعية وخارجة عن سلطة الدولة، هذا مرفوض من أبناء تعز رفضا كاملا، يدعو إلى الفتنة وانتشار الاعتقال التعسفي، وما حصل في المحافظات الأخرى يكفي ولا نريد أن يتكرر في تعز. حقيقة بالنسبة للحزام الأمني لسنا بحاجة إلى حزام أمني، طالما عندنا القوات الأمن، قوات الجيش، من يحمي الوطن، من يسهر الليالي، فكفيل بهم أن يتضامن معهم الشعب ويشكلون كلهم حزاما أمنيا، لأن الحزام الأمني وراءه أسرار، نقصد بهذه الأسرار الاقتتال والفتنة وتمزيق الوطن، تمزيق المحافظات، تدمير البنية التحتية، وعمل فتن داخلية لا محل لها، لا مكان لها بيننا. وحقيقة وكل مواطن مخلص مسؤول عن الوطن، لا هو حزام أمني بذاته، عمل حزام أمني. حياكم الله مشاهدي الكرام. ربما تابعنا هذه التصريحات وهي رافضة جملة وتفصيلة لفكرة إنشاء حزام أمني في تعز. أعود للدكتور فيصل علي عبر السكايب من كوالالمبور. دكتور فيصل، هذا الرفض الآن من قبل أبناء تعز، وكما تابعنا أيضا أنت ربما تمثل نفس الوجهة، لماذا كل هذا التخوف؟ البعض يقول هؤلاء الحزام الأمني هم أيضا من أبناء تعز، من المنتسبين للأمن، من أبناء هذه المحافظة، ولم يأتوا من السماء. سمعت ناطق الأمن وهو يتحدث أن الحزام الأمني مهمة وليس كيانا مستقلا. ما يراد لتعز هو إنشاء كيان مستقل خارج عن الجيش الوطني وخارج عن قوات الأمن وخارج عن الدولة والسلطة والشرعية، وهذا الشيء المرفوض في تعز. سمعتم أبناء تعز يتحدثون وسمعتم الجهات الرسمية تتحدث، هناك إجماع تام في تعز على عدم القبول بوجود أجهزة خارج عن أجهزة الدولة، إنشاء جيوش وإنشاء أمن خارج الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية التابعة للدولة، يعني تهيئة الميدان لحروب أهلية مستقبلية سواء في تعز أو في غير تعز، وهذا ما يجب أن تتنبه له السلطة الشرعية ويتنبه له التحالف، وتنتهي الإمارات عن القيام بمثل هذه الأعمال المخلة بالأمن والمضرة بالوطن. نعم نعم دكتور فيصل، ولكن حتى نكون منصفين، النقيب أسامة شرعبي هو تحدث عن فكرة الحزام كجهة أمنية، لم يقل أنها تتبع مثلا الحزام الذي يراد إنشائه، هو قصده كخطة أمنية يعمل بها كمهمة لحفظ الأمن حتى من قبل الأحداث ومن قبل عام 2014. طيب دكتور فيصل، أيضا الآن النقطة الأهم، هل يعني كل هذه الضغوطات التي تمارس ضد أبناء تعز سيتم الرضوخ لها يعني في نهاية المطاف ويتم إنشاء هذا الحزام؟ لا يوجد هناك من هو أكبر من الشعب. تعز اليوم جيش وشعب وسلطة يقفون موقفا واضحا رافضا لمثل هذه الفكرة السيئة المخلة بالأمن والمخلة بمؤسسات الدولة، والتي تتعارض مع الحقوق والحريات، وتتعارض مع السلطة والدستور والقانون، ولذلك لن يتم تشكيل مثل هذه الأجهزة خارج عن الدولة مهما كلف الأمر. هذه مجرد ضغوط ستنتهي بالفشل، ستبوء بالفشل بكل تأكيد. فالجيش الوطني والقوات الأمنية وأبناء تعز هم من يحافظون على أمنها ولا يحتاجون أجهزة خارج نطاق الدولة. نعم نعم. طيب النقيب أسامة الشرعبي المتحدث في اسم إدارة الأمن، النقيب أسامة، ربما هناك تأييد شعبي كما تابعنا عينة من أبناء تعز يدعمون فكرة دعم أجهزة الدولة المتواجدة التي تؤيد الشرعية، هذا التأييد الكبير لأبناء تعز لكم، لماذا لا تترجموه أنتم بتواجدكم بالصورة المطلوبة التي يعني يكون صوتهم أقوى بكم وتقطعون أي تكهنات أو أي إرادات لإنشاء حزام أمني موازي لكم؟ إذن فقدنا الاتصال بالنقيب أسامة الشرعبي، سنعود بالاتصال. إذن أعود للدكتور فيصل. دكتور فيصل، أيضا على الجانب الآخر، هناك من يقول أن الحزام الأمني في عدن نجاح كبير، واستطاع خلال يعني العام الماضي ومنذ إنشائه أو عام ونصف من ضبط الأمن في عدن، ويعني التفجيرات والعمليات الإرهابية لم تعد إلا بنسبة ضئيلة جداً.
نعم، نجح في طرد أبناء تعز من عدن وفرز أبناء الشمال والجنوب، والعمليات الإرهابية ما زالت مستمرة إلى اليوم. ما الذي تغير؟ ألا ترى أن هذا إجحاف؟ هذا إجحاف. هناك من يقول أن الأمن في عدن تطور كثيرا وينعكس على 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 محافظة عدن، هناك نوع كبير من الاستقرار في المحافظة التي هي عاصمة مؤقتة للبلاد. قارن الاستقرار الموجود في عدن بالاستقرار الموجود في صنعاء وستجد الفرق. ستجد أن صنعاء مدينة آمنة مع وجود قوات الميليشيات فيها، حيث تحكم كسياسة أمر واقع، وبينما السلطة الشرعية لا تستطيع العودة إلا بشروط، وبينما المحافظ طرد من المحافظة، وهناك أمور كثيرة لا تدعو للاستقرار في عدن، والسبب هو وجود أجهزة خارجة عن سلطة الدولة، خارجة عن إرادة الجيش الوطني، خارجة عن إرادة الشعب اليمني. نعم نعم. طيب دكتور، أيضا هناك يقول لماذا لا تكون يعني تعز تجربة مختلفة على عدن؟ لماذا نسقط ما حصل في عدن على تعز؟ تعز ربما يكون الوضع مختلف تماما، وربما يقدم الحزام الأمني في تعز نموذج جميل للتعايش وأيضا لحفظ الأمن وعدم وجود أي يعني أي صورة سيئة ربما يعني أنتم ترونها في الحزام الأمني في عدن. لماذا لا يتم دعم الأجهزة الأمنية الموجودة في تعز بكل الإمكانيات وهي ستقوم بهذا الواجب؟ النقيب أسامة كان يتحدث عن عجز وعن ضعف الإمكانيات وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على الانتشار. لديهم نقطة واحدة من 10 نقاط يريدون إنشائها كجهة أمنية، لكن ضعف الإمكانيات هي من تحول دون ذلك. إذن لماذا لا يتم تمكين هذه القوات الأمنية المتواجدة فعليا في تعز والمشاركة في تحرير تعز والمشاركة في حفظ أمنها، لماذا لا يتم دعمها بالشكل المطلوب وتسمى حزاما أمنيا؟ لماذا يتم تدريب قوات حزام أمني في الضفة الأخرى من البحر الأحمر؟ لماذا لا يتم الاستفادة والاستعانة بالناس الموجودين في تعز بالجيش والأمن والقوات المتواجدة التي ليس لديها الإمكانيات؟ لماذا لا يتم تمكينهم من الانتشار الأمني وإقامة حزام أمني إذا كان هذا المسمى هو الذي سينقذ تعز ويعني ويخرجها من دائرة العنف ودائرة الأعمال الجنائية وحمايتها ووقايتها من الإرهاب؟ نعم. ادعموا تعز، ادعموا القوات المتواجدة فيها وستحل المشكلة. نعم. نعم. طيب دكتور، نشرك معنا في الحديث من القاهرة مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. مرحبا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا ومساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام جميعا. مرحبا بك أستاذ مختار. لو يعني وصفت لنا شكل ونوع العلاقة بين الحكومة الشرعية وبين الأجهزة المرادفة ربما التي لا تتبع الحكومة الشرعية كالحزام الأمني أو بعض الفصائل الأخرى؟ أولا بالنسبة للفصائل الأخرى التي تم تشكيلها خارج إطار الدولة، هي تبقى ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة. أنا أعتقد أنه في مع الأيام ستكون هذه كارثة ومشكلة تواجه الحكومة الشرعية وستواجه الأجهزة الأمنية وستواجه مؤسسات الدولة، لأننا سنكون أمام أجهزة أمام ميليشيات رديفة لعمل الدولة تتدخل في أمور الدولة وهي لا تتلقى أوامرها من الدولة. بالتالي هذه كارثة مرحلة للفترة القادمة، ولنا عبرة فيما يحصل في مدينة عدن. هناك ميليشيات، هناك تشكيلات عسكرية يرفض القائمين عليها دمجها وإدراجها في إطار الجيش والأمن، وكان فخامة رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا جمهوريا بدمج كافة التشكيلات التي ساهمت والتي دعمت والتي شاركت في معارك التحرير، دمجها في إطار الجيش والأمن لكي لا تتحول هذه الجماعات وهذه التشكيلات إلى أمراء حروب وندخل في إشكالية أمنية. بالتالي هذه الميليشيات وهذه التشكيلات المسلحة المتواجدة تحت مسميات الحزام الأمني والنخب وغيرها من التسميات المتعددة هي أزمات ومشاكل مرحلة للفترة القادمة. يجب على الشركاء في التحالف العربي وبالتحديد دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعي أن اليمن ليست بحاجة إلى أحزمة مسلحة وليست بحاجة إلى ميليشيات رديفة للدولة، هي بحاجة إلى دولة، بحاجة إلى دعم الدولة. لماذا تصر على دعم تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة؟ الدولة هي التي من المفترض وإدارات الأمن المتواجدة ومؤسسات الدولة المتعددة من أمنية وعسكرية وكذلك مدنية هي
المناط بها حفظ الأمن والاستقرار و يعني نشر السكينة العامة للمواطنين. نعم. وأيضا حتى المواطنين أيضا هم يثقوا بأجهزة الدولة ويثقوا بمن يلبس اللبس الرسمي للدولة وللأجهزة الأمنية. نعم. وأيضا لكي لا ندخل في إشكالية أمنية متعددة ونكون إذن السؤال الأهم أستاذ مختار. نعم السؤال الأهم، لماذا لا تصرح الحكومة الشرعية بصورة مباشرة بأن هذه يعني هذه التشكيلات العسكرية من الحزام الأمني أو النخب العسكرية أو الفصائل الأخرى بأنها ميليشيا ولا تتبع الدولة حتى يعرف المواطن من هؤلاء؟ أخي العزيز، أنت تعرف أننا نمر بمرحلة حساسة وأن العلاقة بين فخامة الرئيس وبين الشرعية بشكل عام وبين أطراف في التحالف العربي وبالتحديد مع دولة الإمارات هي علاقة متأزمة. بالتالي الحكومة حريصة كل الحرص على بقاء التحالف العربي، حريصة كل الحرص على أن لا يتشتت التحالف العربي، حريصة كل الحرص على أن يبقى التحالف العربي كتلة واحدة. لكن الجميع يعرف حتى وإن لم يتم التصريح بشكل مباشر، الجميع يتحدث وما حدث في مدينة تعز أن الأحزاب السياسية خرجت بشكل علني وببيان رسمي أنها لا تدعم هذا المسمى ولن تشترك في هذا المسمى. بالتالي الموقف واضح، ولا وحتى ولم يكن بالتصريح فهو بالتلميح. ودائما ما يتحدث المسؤولين عن هذه التشكيلات المسلحة التي أصبحت عبء على الدولة وعلى المناطق المحررة وأيضا عبء قادم ومشاكل مرحلة سنعاني منها جميعا خلال الفترة القادمة، ولنا في مدينة عدن عبرة من حيث الإشكالية الأمنية والاختلالات الأمنية وتعدد المسميات وتعدد القيادات وتعدد المهام العسكرية. كل هذا يجعل إشكاليات الأمن كبيرة ومتعددة في المناطق المحررة. نعم أستاذ مختار، أنتم كجهة رسمية وكحكومة كيف تابعتم ما حدث اليوم في موقع العروس من استهداف لمواقع ربما هي بعيدة تماما عن أماكن المواجهات واستهدفت مواقع تابعة للشرعية؟ البعض يعني يقول بأن هذا هو جواب لعدم السماح بإنشاء حزام أمني في تعز. اولا بالنسبه انا احيي مواقف ابناء تعز والنخب تعز واحزاب تعز التي رفضت وبشده تشكيل حزام امني لمدينه تعز، وتعز التي ليست بحاجه الى احزمه بل بحاجه الى دعم للسلطه المحليه، دعم لتسليم الرواتب. بالنسبه لما حدث اليوم هو مدان، اي استهداف للمدنيين هو مدان، وسواء كان من التحالف العربي او من غيره هو امر مدان. ما حصل اليوم هي جريمه، وهذه الجريمه يجب ان يتم التحقيق فيها ويجب ان يتم التحقيق مع كل من رفع الإحداثيات وكل من ساهم وكل من كان له يد في هذه الجريمة. يجب أن يقدم للتحقيق ويجب أن يعلن بشكل شفاف، وأنا أعلنتها صراحة اليوم أن هذه جريمة ويجب التحقيق بالمتسبب بها. وقبل ذلك يجب أن يتم فتح تحقيق في هذه الجريمة، وقبلها الجرائم التي تم استهداف مدنيين يجب فتح تحقيق واضح وشفاف لهذه الجرائم. يعني التحالف العربي جاء من أجل حماية المدنيين ولم يأتي من أجل استهداف المدنيين. نعم أستاذ مختار، يعني ما أردت أن توضح. نعم أستاذ مختار، يعني الإدانة هي واضحة فقط، والحكومة أيضا وبعض من تحدثوا في السلطة المحلية بأن هنا يجب التحقيق، وكيل محافظة تعز عارف جامل. لكن ما أردت من سؤالي هو ربطه بموضوع الحزام الأمني، أن هذا عبارة عن عقاب لأبناء تعز لعدم قبولهم بإنشاء هذا الحزام الأمني. أنا لا أعتقد أن هذا هو عقاب، يعني أو أن هذا استهداف متقصد من أجل أو ربطه بالحزام الأمني. الحزام الأمني تم رفضه، ولا يمكن أن يتم فرض شيء لا يقبله المجتمع ولا تقبله النخب السياسية، لا يمكن أن يتم فرضه حتى لو كان من التحالف العربي ويريد فرض شيء لا يريده المجتمع ولا يريده النخب ولا تريده السلطة المحلية، لا أعتقد أنه سينجح. بالتالي موقف أبناء تعز موقف مشرف وموقف نحن نحييه ونشد على أيديهم أن تستمر هذه اللحمة الوطنية وأن يستمر موقفهم الشجاع في رفض تشكيلات مسلحة وميليشيات مسلحة. نحن بحاجة إلى دعم جيش وطني، بحاجة إلى دعم مؤسسات الدولة، نحن بحاجة أيضا إلى دعم الجهاز الأمني في المحافظة، ولسنا بحاجة إلى ميليشيات سواء في هذه المحافظة أو في غيرها. إذا كانت هذه الأجهزة قد ذهبت إلى المهرة التي عاشت 5 سنوات وهي بعيدة، منذ 2011 لم تشهد أي إشكاليات وإختلالات أمنية، اليوم يراد لها أن تشكل نخب وتشكل لها حزام أمني في محافظة المهرة، فما بالك في محافظة تعز ونحن نعرف حساسية محافظة تعز وموقفها وموقعها وأيضا الإشكاليات التي حصلت طوال 3 سنوات. نعم طيب أستاذ مختار تكرم بالبقاء معي وأيضا الدكتور فيصل قبل أن أعود إليه. نذهب الآن لمتابعة مادة معلوماتية عدها الزميل وديع عطاء عن حالات الوضع الأمني والإداري في محافظة تعز، ومن ثم نكمل الحديث.
حياكم الله مشاهدينا، وأعود إلى كوالالمبور عبر السكايب مع الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل، إذا سمعت الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام بيقول بأن صمت الحكومة عن كل هذه الفصائل التي تنشأ خارج الدولة هي عبارة عن من أجل الحفاظ على التحالف العربي، من تفكك التحالف العربي، ويعني من أجل أن يبقى متماسكا رغم يعني الأذى الكبير الذي تعاني منه الحكومة الشرعية وأجهزتها. برأيك هل هذا الصمت مبرر للحكومة الشرعية؟ نحن لا نبرر للحكومة الشرعية هذا الصمت، لكن الحكومة الشرعية في وضع لا تحسد عليه. تفضل الأخ مختار وتحدث عن هذا الأمر. التحالف يجب أن يستمر، يجب أن لا يتفكك. هذه خلافات كما يقول بعض مسؤولي الحكومة أنها خلافات يعني ميدانية وقد تحدث هنا وهناك، لكن بالإمكان تجاوزها. لكن هذا لا يعني أن الحكومة صامتة. هذا مختار الرحبي هو يعني ممثل حكومي ويرفض مثل وجود هذا الحزام الأمني، ويرفض الضربات الخاطئة. والحكومة بشكل أو بآخر لا تقبل الضربات المتعمدة، ليست خاطئة. هذه الضربات الحكومة بشكل أو بآخر ترفضها، وكثير من أعضاء الحكومة يرفضونها، والتحالف العربي يعلم هذا جيدا. لكن هناك تساهل من قبل هذا التحالف مع مثل هذه الأعمال الخارجة عن إرادة التحالف ذاته. التحالف أعلنها مسبقا أنه يريد إعادة الشرعية، لكنه اليوم يساهم في تدمير أجزاء من هذه الشرعية. هذا المعسكر الذي ضرب اليوم في العروس هو معسكر تابع للشرعية، إصابة جنود ومقتل بعض الأهالي وثلاث من النساء. هذه كارثة وهذه جريمة، يجب أن يعاقب سلاح الجو الذي أطلق هذه القذائف والصواريخ، ويجب أن تعاقب الجهات التي رفعت الإحداثيات. لا يجب السكوت أو التغاضي لا من قبل الحكومة ولا من قبل التحالف عن مثل هذه الجرائم المتعمدة في ضرب المدنيين والمعسكرات التابعة للشرعية. نعم نعم. طيب دكتور فيصل، أعود للأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، إذن في ظل يعني هذا الصمت أو التساهل من قبل الحكومة الشرعية من أجل الحفاظ على التحالف العربي من أن يتفكك واستمراريته كما قلت، إذن ما هو الحل الآن المتاح لديكم؟ هناك خلل، الكثير يشتكي من هذه الفصائل وهذه الأجهزة. كيف يمكن يعني على الأقل يعني توحيد هذه الأجهزة تحت راية واحدة من أجل الحفاظ على أمن المواطن؟ المشكلة ليست لدى الحكومة. الحكومة أعلنت بشكل واضح أنها أو أعلنت بقرار من رئيس الجمهورية أنها بصدد دمج هذه الفصائل وهذه التشكيلات المسلحة، وفعلا استجابت معظم الفصائل في كل المناطق، لم يتبقى إلا المناطق في المناطق الجنوبية فقط التي رفضت. بالتالي المشكلة هي أن الإمارات هي من تشرف على هذه الفصائل، وهي التي تدعمهم، وهي التي تسلم لهم رواتبهم وتسلحهم وتقوم بتدريبهم. بالتالي ما هو الحل؟ يعني هل الحل أن تقوم الحكومة بمواجهة هذه الفصائل أو مواجهة الدولة الداعمة لها؟ هذا لا أعتقد أنه سيتم، لأننا في الأول والأخير حريصين كل الحرص على بقاء التحالف العربي حتى استكمال كافة الأهداف وإعادة الشرعية. ولكن أيضا لا يمكن أن تعود الشرعية في ظل ميليشيات مسلحة وانتشار المسلحين. من تقود التحالف أستاذ مختار؟ من تقود التحالف المملكة العربية السعودية؟ كيف تفسر هذا الصمت من قبلها والتماهي مع ما تقوم بالإمارات من دور في هذه المحاضرة؟ المملكة العربية السعودية دولة رائدة ودولة تقوم بدعم الحكومة الشرعية، وأعلنت أكثر من مرة موقفها من وحدة وأمن واستقرار اليمن، و هي أيضا في موقف لا يحسد عليه. لا يمكن لها أن تفكك التحالف، ولا يمكن لها أن تواجه الإمارات أو غير الإمارات من دول التحالف العربي. بالتالي بالحوار وبالجلوس وبالمصارحة وبالمكاشفة، أنا دعوت أكثر من مرة الحكومة وكذلك فخامة رئيس الجمهورية أن تكون هناك جلسة مكاشفة ومصارحة مع التحالف العربي ومع المملكة العربية السعودية ومع دولة الإمارات للحديث عن كافة الاختلالات وكافة الإشكاليات، ومنها أيضا الضربات الخاطئة، ومنها أيضا دعم ما يسمى بالمجلس الانتقالي ودعم الميليشيات في المناطق الجنوبية من نخبة حضرمية وشبوانية وحزام أمني في عدن. كل هذه الإشكاليات، هناك إشكاليات متعددة، أيضا الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، هناك إشكاليات. هذه الإشكاليات لا يمكن أن تحل
إلا بالجلوس والمكاشفة والمصارحة والحديث بكل شفافية عن هذه الإشكاليات ووضع معالجات سريعة لهذه. هل سيأتي هذا اليوم أستاذ مختار؟ الجميع انتظره طويلا. سيأتي هذا اليوم لأنه لا يمكن أن يتم حل هذه الإشكالية إلا بالمواجهة لا سمح الله أن تخرج الأمور عن السيطرة أو بالحل وتلافي الأمور والحديث. في الأول والأخير الإمارات جاءت من أجل دعم الشرعية ولم تأتي من أجل يكون لها أجندة أو السيطرة على الموانئ والمطارات وغيرها، بالتالي هذه الإشكاليات وهذه الأزمات هي سيتم حلها عبر الحوار، ودولة الإمارات هي دولة شقيقة وتدعم الحكومة وجاءت تحت إطار الدولة وتحت إطار الشرعية وتحت إطار الحكومة الشرعية. أشكرك جزيل الشكر مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحابي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، والشكر أيضا موصول للدكتور فيصل علي كان معنا عبر السكايب من كوالالمبور. ختام الحلقة لا يبقى إلا نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة وإمكانية ودعوات إنشاء حزام أمني في تعز. نقرأ بعضا من هذه التعليقات ونبدأ مع صديق البرنامج الأخ ياسر المليكي يعلق بالقول: لسنا بحاجة إلى أجهزة ليست شرعية وانتهاكاتها في عدن وحضرموت وشبوة ضد السكان تعز ليست خافية، ما نريده هو دعم الأجهزة الأمنية الرسمية. المضحك في الأمر هو إيكال ذلك الأمر لقيادات متهمة بالإرهاب وسجلها في مسألة حقوق الإنسان مخزية. من الأخير لن يكون محل قبول من كل المجتمع التعزي وسيكون في صدام مع الجميع وتعز في غنى عن ياسر المليكي. رأي آخر أيضا من صديق البرنامج الأخ طلال الشبيبي يعلق بالقول: الحزام الأمني في تعز لن يضفي شيء إلا مزيدا من التشتت والتمزق، والحزام الأمني في عدن خير شاهد. ما تحتاجه تعز ليس حزاما أمنيا، تعز تحتاج إلى إعادة الحياة لمؤسساتها الأمنية ممثلة بإدارة عام الشرطة في تعز والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة وجميع الفروع الأمنية داخل المحافظة. تشكيل حزام أمني في تعز لا يخدم إلا الميليشيا الانقلابية وسيقضي على ما تحقق من نص للجيش الوطني والمقاومة. طلال الشبيبي. رأي أيضا آخر الأخ عفان القدسي اليماني: تعز ليست بحاجة إلى حزام أمني، هي بحاجة إلى مصداقية من التحالف ومن الحكومة الشرعية بالدعم الحقيقي لرجال الجيش والأمن، فلدينا من الأبطال باستطاعتهم أن يكونوا حزاماً أمنياً برّاً وبحراً وجواً على المنطقة بكلها أي على شبه الجزيرة العربية. عفان القدسي. رأي أخير أو وصلنا برأي عفان إلى في رأي آخر؟ نعم نختم بهذا الرأي من الأخ بسام الجابري يعلق بالقول: لتبقى تعز كما هي دون أي حزام أمني، نحن لدينا شرطة عسكرية وإدارة أمن تتبع الدولة ويكفينا ذلك في مدينتنا تعز، لا نريد أن تتكرر صورة عدن من السجون السرية والاغتيالات المتكررة في تعز، يكفينا النموذج الأسوأ بعدن عبرة. بسام الجابري. وبهذا الرأي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. في ختام الحلقة شكرا للدكتور فيصل علي المحلل السياسي كان معنا من كوالالمبور، والشكر أيضا لمستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، وكذلك للمتحدث باسم إدارة أمن تعز النقيب أسامة الشرعبي. تواصلنا مع محافظ تعز وللأسف لم نتمكن يعني أن يكون معنا، وأيضا تواصلنا مع وكيل المحافظة عارف جامل ووعدنا بأن يكون معنا في الحلقة، لكن أثناء الحلقة تم إغلاق التليفون لا ندري ما هي الأسباب. ختام الحلقة شكرا لمعد هذه الحلقة الزميل ودي عطا، وأيضا في الإنتاج الزميلة إلهام عامر. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن.